كان معانا تقرير من شويه كل الاسره صح؟ مظبوط. الحاج رشدان محمد ما جاش عشان في اه في السعوديه السعودية بيعمل بيعمل عمرة. عمره. دلوقتي معانا هاتفين على التليفون من السعوديه الحاج رشدان محمد. تحياتي ليك يا حاج رشدان. ربنا يخليك يا ندي، ازيك يا كابتن اسامه؟ اولا ربنا يتقبل ان شاء الله. يا رب ربنا يتقبل يا رب، وربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي بقى شعورك بعد انضمام عبد الرحمن للنادي الاهلي. انا والله شعوري ما مش عارف اقول ايه. نادي محترم، نادي كبير، نادي احسن نادي مشهور في مصر ولا في الشرق الاوسط ده في العالم كله. طب انت تقول ايه بقى لعبد الرحمن؟ يعني النصيحه اللي انت تنصحه بيها بعد انضمامه للنادي الاهلي، وانت تتكلم وتقول النادي الاهلي من اكبر الانديه في العالم، وهو دلوقتي اصبح لاعب في النادي الاهلي، النصيحه اللي انت بتقولها له دلوقتي ايه؟ انا بقول له شد حيلك، ودي البدايه، واللي فات كله قوم، ودلوقتي قوم تاني. لازم تكون قادر بالفانيلا اللي انت لابسها، لازم تجيب بطولة البطولات، مفيش بطولة إن شاء الله تعدي منك، لازم تتعب وتشقى وتعرق عشان تبقى على قد المسؤولية. النادي الكبير مش زي أي نادي، لا، نادي بطولات ونادي محترم ونادي عالمي، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عبد الرحمن قدير فيها، ويبقى إن شاء الله هيبقى مع النادي الأهلي على قد المسؤوليات دي بإذن الله. ان شاء الله احنا بنتمنى له كل التوفيق. قول لي بقى امتى ابتديت تعرف انه هو صغير ممكن يكون ليه مستقبل في الكوره؟ يا كابتن اسامه ده مشوار كبير كبير قوي قوي. قال لي حكى لي عليه من 3 سنين في مركز شباب النمرس والمقاولين وادي دجله، بعد كده للنادي الاهلي. والله العظيم يا كابتن لو انا قلت لك ما هتصدقني. انا خليه تجربه مع اخوك الكبير صلاح. ده لعب في الاهلي، لعب مع الكابتن عادل عبد الرحمن ربنا يديله الصحه، مدرب محترم 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 كابتن عادل عبد الرحمن. حقيقه طب كان على كان كان في خبير اجنبي، وكان المدرب بتاعه محمد عبد كابتن محمد وهبه ولا محمد وهبه. محمد وهبه ده من زمان كان كروفر، كان في قطاع الناشئين. ايوه الله الله. عبد صلاح ده كان دفعته عفروته. ايوه صح، مؤمن زكريا. مظبوط، ومؤمن زكريا وحسين شكر واسمه حاجه شكري كده، احمد شكري واحمد شكري. ايوه بس ما حصلش نصيب بقى، فانا كملت مع عبده بقى. عبده بدات معاه وهو عنده سنتين بالظبط. والله كان عنده سنتين بالظبط بدات معاه المشوار. يعني من هو عنده سنتين انت بدات تستبشر فيه خير. انا بقيت ادربه، لان انا خلي بالك انا لعبت مع كابتن احمد شويه. العيله ما شاء الله كرويه يعني. انا لعبت مع كابتن احمد شوبير في كان في زمان مسابقه 21 سنه. لعبنا مع النادي الاهلي وغلبونا ساعتها 3-1. طب الناس قالوا لك يا حاج رشدان بعد انضمام عبد الرحمن للنادي الاهلي؟ لا انت ما تعرفش الناس قالوا لي ايه. ده انا البلد كلها جت باركت لي. البلد كلها باركت لي وقالت لي دي خطوه حلوه وخطوه دي بدايه الطريق. يعني الناس كلها فرحانه. ابو النبرز وعبد الرحمن شرف ابو النبرز وشرف عيلة ابو حمده كمان، وان شاء الله يشرفهم اكتر واكتر وهو متواجد مع الدرجه. قول لي بقى اخيرا وانت في السعوديه كلمك قال لك تجيب له ايه معاك وانت جاي؟ عبد الرحمن ده كابتن اسامه، عبد الرحمن ده راجل 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 حقيقة، وهتحس بيه ان شاء الله، لانه راجل وعنده شخصيه وراجل يعني بص على قد المسؤوليه. ربنا يوفقه ان شاء الله. اخيرا بقى يا حاج رشدان وانت في السعوديه في اطهر بقاع الارض، ادعي لنا بقى معاك وادعي لعبد الرحمن. والله ادعيت لك في ماتش السوبر. على فكره انا كنت رايح ماتش السوبر. اسال الكابتن امير توفيق. انا قلت له ان شاء الله عبد الرحمن لو نزل تمرينه في فلسطين هتاخده معاك في السوبر. بدل ما اروح الامارات رحت السعوديه.
طب كويس. طب هقول لك بقى بشرة خير وانت معايا على الهوا دلوقتي. ربنا يخليك. بعد مباراه الداخليه بكره كولر قرر تصعيد 4 لاعبين من ضمنهم عبد الرحمن رشدان. ده من الاخبار الحلوه ليك وانت في السعوديه دلوقتي. والله يا والله والله يا كابتن اسامه بدعي لكم وبدعي للكابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، ومسكت الكعبه بايديا ودعيت لكم كلكم والله. ربنا يكرمك. النادي الاهلي نادي محترم ونادي يستاهل كل خير والله. ربنا يكرمك يا حاج رشدان وتشوف عبد الرحمن حاجه جميله كده ان شاء الله، ومن العناصر الاساسيه في النادي الاهلي وكمان في منتخب مصر. بنشكرك شكرا جزيلا حاج رشدان محمد والد عبد الرحمن رشدان.